حلوة يعني بالنسبة للبلد من عشاري تراث للبصرة يعتبر. هم تراث وهم سياحة يعني. حلو يعجبني يعني. زين أنت شنو تفضلين يا زورق للسعودية؟ بلد من عشاري. ليش؟ أحلي أحسه. أنا أخاف من السرعة. ما طورات السريعة يعني. لا أخاف ما أجرب. ما أفضل. ما جربتي؟ لا مجربة مرة واحدة. سوي هاي الدوامة هيك تخوف. فتشوفينها ظاهرة حلوة يعني حضارية؟ ايه حلوة. شيء حلو ايجابي بالعكس يعني احنا بالعكس جاي من الناصرية يعني تونسوا الجهال. يعني تشوفه شيء حضاري؟ اكيد طبعا حلو بالعكس. وبالنسبة للمطارات السريعة وكثرة المطارات؟ لا مو مال عوائل يعني تصعد بيها. سريع مو انا نفضل هذا العشارة افضل يعني. والله حلوة ظاهرة الزوارق بالشط ظاهرة يعني ترفيهية. اكو ناس تجي يعني خصيصا لهذا الشيء. يعني البصرة يعني مشهورة البلم عشاري نسميه احنا. هسه اكثر الناس تقول لك اخاف اركب هذا الشيء. اسعارها كلش مناسبة زينة. والله عندي زورق هنا بلم عشاري. بلم عشاري شلون تشوف الحركة؟ والله الحمد لله يعني من صار فترة الكورنيش تحسن الاجواء وتحسن الكورنيش بشط العرب. زيادة الزوارق هي للعالم تتونس. بالنسبة لبلم عشاري يعني عليها رغبة؟ بلم العشاري والله هذا خاص العالم تعرفه انه قديم. بلم العشاري ناس ترقبه لان يعني اول شيء هادئ وما بي سرعه والناس تحبه لان يعني تراث. هنا النفرات النفر الفير. ايش قد عدد نفرات تطلع بيها؟ هو 10 نفرات ونطلع. صاحب زورق شلون تشوف الحركه؟ حركه زينه الحمد لله. اكو عوائل تصعد ويانا يعني ونصعدهم ونونسهم يكررون علينا مره ومرتين. كثره الزوارق شط اليوم اثرت على عملكم؟ اي اثرت على عملنا. شنو اللي اثر منهم من الزوارق يعني؟ الزوارق هي كلها يعني العشارة الدراجة السيارة كلها تكثرت علينا. أثرت علينا في هذا الشيء يعني بالمايل وبالرزق. بالرزق والله ظاهرة حلوة يعني تعطي صورة جيدة عن البصرة يعني تعتبر كرمزية خاصة بالبصرة فهذا شيء حلو.